مش عارف، انا مش عارف عمرو دياب يعني اول ما عمل يوم الثلاث الناس ربطوها على طول بنوم الثلاث، بس يوم الثلاث بتاع عمرو اتفرج عليه، ثلاث ستات عزموها على الغداء وانت فاهم وفتفتوا الفتافيت، انما نوم الثلاث ده مرض نفسي وحاجه عكننه بتاعه عمرو. يوم الثلاث بتاع عمرو احلى من نوم الثلاث بتاعي يعني كتير. لا بس هو الناس فعلا ربطوهم ببعض سبحان الله، يعني هي جايه غريبه قوي يعني.